المذيع مقداد مراد من هو وين الولد وشلون كانت بدايته؟ هل كانت شواربه أحد أسباب نجاحه؟ شنو الخبر اللي قراه وفرح به كل العراقيين؟ شلون كانت حنجرته سبب شهرته وسبب وفاته؟ حضر كوب الشاي وتعال احكي لك. المذيع مقداد مراد واللي كان معروف بصوته القوي وكثافة شاربه، وطبعا موضوع الشارب ظاهرة كانت مشهورة بالثمانينات، شفناها عند الكثير من المذيعين مثل رشدي عبد الصاحب وأكرم محسن وشمعون متي وغيرهم، وحتى اللاعبين خليل علاوي، فتاح نصيف، سعد قيس وغيرهم. ومن الأشياء الطريفة أنه بنهاية السبعينات صدر قرار سنة 78 أن الرئيس أحمد حسن البكر يمنع ظهور كل المطربين اللي ما عندهم شارب، وحسب رأي الرئيس أنه اللي ما عنده شارب يعتبر مخنث. المذيع الراحل مقداد مراد انولد بمدينة الكوت بمحافظة واسط سنة 46، وطبعا هو من الأخوة الكرد الفيليين ومن أقارب المذيع رشدي عبد الصاحب. بالكوت درس إلى أن وصل للثانوية، وبعدين كمل دراسته بجامعة بغداد. بدأ مقداد مراد مشواره بالإذاعة سنة 68، يعني تقريبا كان عمره 22 سنة. وبعد ما تخرج اختاروه بالتلفزيون حتى يشتغل مذيع تلفزيوني بتلفزيون العراق. أثناء عمله بالإذاعة انتبه الجميع لصوته الجهوري الرخيم، وكانت أيضا شخصيته قوية وأنيق ويتمتع بمهنية عالية. كان ينتبه لمخارج الحروف ويتكلم بشدة لما يقرأ نشرة الأخبار، واعتبره بوقتها أفضل مذيع يقدم نشرات الأخبار. وبسبب حضوره القوي اعتمدوا عليه بالتلفزيون حتى يقرأ البيانات العسكرية والحكومية المهمة، وكانوا دائما يكلفوه بقراءة الأخبار المهمة خاصة في فترة الحرب مع إيران. وكان هو المذيع اللي اختار التلفزيون حتى يعمل لقاء مع أسير إيراني طيار، وأيضا كان يعلق على فقرة صور من المعركة أثناء الحرب. ومن أهم البيانات اللي قدمها كان بيان البيانات يوم 8/8 سنة 1988، واللي أعلن به عن نهاية الحرب العراقية الإيرانية اللي دامت 8 سنوات. بعد ظهوره بالتلفزيون طلع العراقيين يرقصون بالشوارع فرحاً بنهاية الحرب المؤلمة اللي راح ضحيتها الآلاف وتأثر بيها الآلاف أيضاً. وبسبب تخصص مقداد مراد بقراءة أخبار الحرب لقبوه مذيع الحرب. العراقيين عاشوا سنتين بعد هذا البيان بدون حرب ومتفائلين بالسنوات القادمة، وما حد كان يتوقع أن يظهر مقداد مرة ثانية بنبرته الغاضبة. وبسنة 1990 كانوا الأطفال يتابعون التلفزيون وينتظرون المذيعة تطلع وتقول أحبتي الصغار والآن مع فقرتكم الصباحية وأفلام الكارتون، لكن اتفاجأوا بظهور مقداد مراد يقرأ بيان يقول عاد الفرع إلى الأصل، وهذا بيان رقم 1. من هذا البيان عرفنا أن الجيش العراقي دخل الكويت. هذا البيان اللي مدته 5.5 دقائق سبب صدمة لكل الكويتيين وحتى العراقيين والعرب، وبدت مرحلة جديدة من الحرب والبيانات وفترة أخرى من الدمار والحصار. بقى مقداد مراد بذاكرة العراقيين بصوته وطريقته بنطق عبارة بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدها كلمة الله أكبر واللي يتبعها خبر أو بيان مرعب. لكن انصدم العراقيين بخبر مرضه بسرطان الحنجرة ووفاته بيوم 6 كانون الأول سنة 93، وكان عمره لما توفى تقريبا 47 سنة. وتوفى مقداد مراد بمرض الحنجرة، هذه الحنجرة اللي كانت سبب شهرته كان مرضها سبب وفاته. هاي كانت بعض المحطات بحياة المذيع الراحل مقداد مراد، واللي عنده معلومات أكثر ياريت يذكرها إلنا. واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.